توقعاتك لماتش الكاميرون وشايف التشكيل انسب ازاي ومين؟ الحمد لله، الف مبروك لمصر ووشكوا حلو علينا. بنتمنى من ربنا ان شاء الله، بامر ربنا باذن الله، ان احنا نكسب ماتش الكاميرون. نتمنى ان شاء الله باذن الله نكسب، لكن في عوامل هتبقى ضدنا: الارض، الجمهور، الحكام. وان شاء الله يعني الماتش هيبقى صعب، بس ان شاء الله هنكسب 1-0 بامر الله ان شاء الله. تقيل، فريق تقيل ومنظم البطوله ووسط جمهورهم ووسط واللعيبه برده غير اي مستوى، فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نعمل معاهم برضو ايه ماتش كويس زي ما عملنا الماتش مع، كناش متوقعين ان احنا نعمل ماتش زي ده في مع كوت ديفوار وصعدنا. ما كناش متوقعين نعمل ماتش زي ده مع المغرب. عندنا اصابات كتير ان شاء الله نعالجها واللعيبه تكمل رجاله زي ما هي. هيبقى نفس التشكيل اللي اتوقع يعني ان شاء الله. ان شاء الله نكسب الكاميرون 1-0، ان شاء الله نكسب الكاميرون 1-0 وهناخد البطوله، واللي هيجيب الجول محمد صلاح ان شاء الله. اتوقع الماتش ممكن يخلص 1-0 لمنتخب مصر. اهم حاجه بس بالنسبه للتشكيل، انا من رايي ان هو ممكن يبدا باحمد سيد زيزو كاساسي، عشان عايزين نستغل برده الجبهات مع محمد صلاح. عاوزين نركز برده بالنسبه للدفاع، انا بتمنى ان هو احمد حجازي يرجع بسرعه، ان هم عندهم المهاجم اللي بيلعب في الدوري السعودي ده، المهاجم ده هو هداف البطوله اصلا يعتبر، ابو بكر. مهاجم قوي جدا، فانا بتمنى احمد حجازي. برده الباقيين ابطال يعني بصراحه. ان شاء الله باذن الله نكسب 2-0، ومحمد صلاح هيجيب جون، مع ان الماتش صعب لان على ارض الكاميرون طبعا، فلازم طبعا نبقى في تشكيله كويسه ونلعب باداء كويس، واللعيبه ان شاء الله تادي اللي عندها، وان شاء الله بخير خير ان شاء الله. لا لا، ان شاء الله بالروح والعزيمه اللي احنا شايفينها النهارده ان شاء الله نقدر نكون قادرين ان احنا نكسب. يعني انا بس اتمنى لو يدي بس لزيزو فرصه اكتر من كده، وتريزيجيه برده دخل الفورمه يعني النهارده، اتمنى ان هم يشاركوا. يعني الكاميرون فريق قوي، والمشكله كمان ان هم ما لعبوش وقت اضافي زينا، احنا لعبنا وقت اضافي ماتشين ورا بعض، فانا خايف بس من العامل البدني، بس كل لعبتنا ان شاء الله رجاله، وان شاء الله نقدر نبقى في النهائي باذن الله. ان شاء الله نكسب 2-0. محمد صلاح وتريزيجيه ان شاء الله بامر الله. هنا منتخب مصر هيغلب وشرفنا منتخب مصر. نكسب كام ان شاء الله؟ 2-1 لصالح مصر. لا ان شاء الله هنكسب الكاميرون. انا متوقع بعد الاداء والرجوله اللي احنا شفناها في الماتشين اللي فاتوا بتاع المغرب والماتش اللي قبليه بتاع كوت ديفوار، لا المنتخب قادر ان هو يحقق نتيجه ايجابيه ونعدي من الكاميرون وكمان ناخد البطوله ان شاء الله. كل التوفيق لمنتخبنا. ثبات التشكيل مهم جدا في البطوله، رغم طبعا اصابه الحارسين الكبار الشناوي وابو جبل، بس احنا عندنا يعني ما شاء الله ما شاء الله مصر يعني عامره باولادها، وعندنا ثقه كبيره جدا في صبحي ان هو يقدر ان هو يحرس عليه مصر.